تيست تيست مايكروفون. حنا باقي معاكم في ستون على ام اف ام, ودابا جات له فرصه ولقيتها اللي غادي نستقبلوا فيها واحد الضيف لعاب كبير, زاد بالضبط في 31 ديسمبر 69 احنا قابل احنا باش نعرفوه. عنده واحد خوت تويمي كويري تاو حسام حسن. لا ماشي حسام حسن, هو مغربي ولعاب ديال الوداد. ماشي البصري. البصري فين كان كيلعب هذا؟ في العراق. نتبع الدوري الالباني. ديفونسور هذا مهاجم اي رقيقي عزيز عليه بيض. شي تقول ليه بيت باش دي بطوله ولا تبيض؟ يبيض عزيز عليه يبيض. اه ديربي في الديربي حمد الفروج عليه يبيض. انتم شوف اخر نقطه, ولد المعارف ودادي ودادي لعب مع المنتخب كوب دي موند, مشهور هو في الاخبار, كيبان لك الاخبار فهمتي, داك الشيء ديال الاخبار, وكاين كيبان لك هو كيبيض في واحد سكوتلاندي, احترف في تركيا, احترف في قطر. الدراري وراك البهجه. لا ماشي البيزا, ديفونسور كيجبد صداع في ديربي بزاف, كيبقى يبيض في راس ميماركي صداع ما نلعبو الجمهور. لحسن ابرامي. لحسن مرحبا بخويا حسن ابرامي, مرحبا بك في ستون. ربي يخليك, تحيه لك وتحيه للاخوان اللي معاك والمستمعات ومستمعي ام اف ام. زوينه. شوف حنا راه شادين ستون, شادين شاد معكم ستون كاع دار داركم. عرفتي ديك التقليب عندكم هو, عرفتي فين دخلتي ومنين خرجتي؟ هو واحد قال لي الباجا شو باش عليك باش ديفونسور على وجهك ابرامي. الله يعطيك الخير. قرب الميكرو, انت مبشور جواب بالباجا. قرب الميكرو. والله لا تتمشور. الحمد لله كلكم الحمد لله هنا. الله لا تبارك الله عليكم. واحد قلنا لي ديفونسور قالك باصير, وقلنا لي ودادي احسن. واحد قالت لك راه بصري زعما ما عرفتش زعما هذا العادي. بغات تهضر, بغات تهضر, بغات تقول شي حاجه زعما زعما قال لي انا دخلت وقلت شي حاجه. كنت تبع كوره كي مزيان انت. المهم هو المشاركه هو هذا هو الحق. مرحبا بالحسن ابرامي. دابا قلنا لنا راك وليتي مدرب, ما بقيتيش فهمتي واش كدي واش غنقول لك. المدرب ماشي قضيه مدرب, احنا عندنا الدومين ديالنا ديال الكره. احنا ملي كتسالي ما عندك ما دير. الاغلبيه ديال اللعابه واحد النسبه ديال 99% كيديروا قهوه ولا شي حاجه ديال اللي بغى يدير الاختلاف كيدير كوافور ولا شي شي. ما كاينش كوافور. فين هو كوافور؟ كيدير انستغرام. ولا كيدير انستغرام ولا فيسبوك ولا هادشي ديك. ولا كيدير بناقص كاع. ناقص ناقص معقوله باش يرتاح, يرتاح في حياته وشخصيه احسن كاع. بصح دابا القضيه ديال التدريب فهمتي, ملي شفناك في التدريب وهذا قلنا حنا علاش ما نعيطوش حسن ابرامي, باغي نديروا نيش فرقه ويشوف لاباله اللي فينا. كاين كاين تبارك الله, كاين كاين معكم, كاين معكم بحال هاد الوليد هذا تبارك الله يستاهل يلعب هذاك. علاش بانت لك الفورمه ديالو, بانت لك الفورمه الوقفه ديال اللعاب واقيلا ابرامي. لا لا الحزمه ديال الشعر, الحزمه ديال الشعر دابا الجيل ديال هذا لا من حقه, لانه من حقه هذاك الشيء. الحزمه ديال الشعر كاينه كنشوفها في الاوروب. الحسن قول لنا كل واحد فينا اين بوست يجي معاه, خاصك تنوض بعد باش يشوف فهمتي. لا ولاش نايض انت ماشي معك والو هذا تاع الباسكت جات معك. الله يحفظك. لا لا بعد هو تبارك الله ما تعطينيش حدا طلحه. هذا الطلحه ناري 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 اش طلبتي قول. ولا والو لا باسكت حسن لك والله لا باسكت. نوضي انت جلسي جلسي ما عندناش. لا قول لها تفتح السبوره, تفتح السبوره هذه انا شي معايا تبارك الله. والله اسمع 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 والله العظيم شي جلابه بيضاء والله ما نكذب عليك. والشاشيه والشاشيه صافي. ولكن كيجي معايا تغني الملهوف بوست دو ترافاي اللي كيكون فيها بيسي يجي معايا حسن. هذا بالعربيه الفرنسي شويه قاصحه بوست دو ترافاي. لا هي معجنه ماشي معاك زعما كاين نهار العيد دور تفرق شويه ديال يا سلام هذاك الشيء ديك. هذه مسكينه. لا فولي. لا لا فكرتي مع ما ديري لها الميكرو حاطينه عندها فلوقنا السريعه. فكرتك فلوقنا السريعه. فلوقنا السريعه جابها لك هي هذه. تجي فوا اوف ولا شنو تجي؟ هي كيجي معاها الزرق الا عندك شي راي اخر. لا 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 شوف الزرق الزرق راه كنيه. لا دابا على حسب دابا شنو كيجي معايا على المدينه ديالك وجبه الزرق حاجه شي من شفشاون. بن شفشاون. بن شفشاون تحيه للناس ديال شفشاون والاتحاد الشاوني. ياك الاتحاد الشاوني. الاتحاد الشفشاوني. الاتحاد الشفشاوني صراحه الشفشاوني. اييه الحسن كيلعبوا هادو كيلعبوا تاع مون الشاوني تطوان نادر الحسيمه احدهم احدهم بلايص محدودين.
اش من اش من عرفت يمكن في الهوات ولا لا لا فعلا فعلا كاين واحد الفرقه ديال الاتحاد تفشاوني لحسن راه المغرب كله فيه فراقي راه ما درتي تلقى فرقه راه دابا في الازقه والشوارع ولاو دايرين فراقي فرقه ويسميها وياخذ افران فيها افران كاين فيها ياك اه كاين فيها كاين افران كاين ازرو كاين الحاجب الحاجب كاين عين توشطات عمرك سمعتها فرقه فيك تاع فولندا توشطات توشطات دابا هاد السميات كيكونوا شويه لا هاد الفراقي انا كنفرقوا في الهوات فاش كنسمع صبات مكناس تفيلات كنخو كنسمع الصوت الثالث نبيل وزهير وطلحه ودراديو لما فهم سبور كنسمع مره مره كيجبدوا شي سميه رقيقي واش تاع رقيقيه ياك بزاف كاينين كاينين وليدات على انهم هاد اللعبة اللي كيلعبوا دابا في الهوات بحال اللي كنا حنا قبل كنا كنلعبوا في الزناقي كنلعبوا في دوك التيرانات الصغار كان عندنا فين نلعبوا دوك لجاتني لجاني شعرهم ولاو فراقي كيمثلوا 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 حي كيمثلوا مدينه صغيره كيمثلوا دونك لجاني شي عرض باش نلعب في الهوات نعرف راسي راه رقيق زعما باسكت كان طرا الباسكت لا باسكت ما فيش هادشي مازال ما فيش الهواش الحسن نرجع معاك شويه الله نرجعوك اول فين رجعنا الله زيد نرجع رجعنا خويا الله حنا باغي نزيدو قدام ولا باغي ترجعنا الله ربي رجعنا الله برافو انت نزيدو القدام ودير راسك رجعتي للور انا مالي هذا بنت لك عندي 90 عام انت الحسن اول ديربي ليك عطاوك تشد فتحي جمال تنشد انا بوليسي تلصق فتحي جمال ديلي ماركاج كولا كيفاش عشتي داك الماتش كيفاش قدرتي يعني كل شيء يدوي على داك الماتش من اول ديربي ليك هو راه ماشي سهله انا تجي وتدخل قدام 80000 وتفرض الوجود ديالك ولا تفرض الشخصيه ديالك ولا تفرض سي با فاسيل انا رجعت لك فرونسي انت ما تقول مع لعابه كبار بالنسبه للوداد ولا بالنسبه للرجاء وتلعب مع وانت صغير وتلعب مع دوك السميات ما كتحسش براسك راك ماشي خرمازه كما كنقولوا حنا باللغه ديال الكره انهم كلهم تبارك الله لعابه الوداد ولا ديال الرجاء بصفه عامه كانوا في مستوى كبير لعابه كامل على الاقل هذيك المقابله على الاقل كانوا فيها شي 9 ولا 10 اللعابه كيمثلوا الفريق الوطني اذا ما غتلقاش واحد المشكل يعني باش تنسجم معهم ولا تنسهر باللغه العربيه باش نرجعوا معاك فهاديك المقابله وحتى اللعابه يعاونوك اللي كانوا لاعبين معايا بالنسبه للوداد داودي فاضل نيبات يعني كيشوفوك صغير كيبغيو يعاونوك تبقى يعني تعطي داكشي اللي عندك وكي اول حاجه كانت هي اللي مهمه واللي خلاتني انا نلعب هذه المقابله اللي كانت في الكواليس ديما غنبقى نشوف هاد الهضره باللغه العربيه كيعرف من الدارجه كيجي عندي هذاك الشيء هادي عجبتيني والله هادي كانت الحمد لله الله يخليك فكرك في تيرمينو ملي كنا في مالو فكرك في تيرمينو اخلد عليه تيرمينو وافي شويه لا هذا والله الا مزيان والله الا شوفوا تخيلوا لابس جلابه بيضاء ودير هذيك الشاشيه ديالنا ديال لباس تقليدي مغربي تبارك الله عليك والله راه تتعرض على الناس في الصيف مع هذا العام راه كاينه كورونا ما دير والو كاينه عرس هاد لا والو مازال نشوفوا كاين بعض المناطق كيركبوا على العودان وكيمشيو يعرضوا على الناس مزيان انت ما عطوك ما عطوكش عود صعيب عليك وتقيل هذا راه تقيل تبارك الله وانت راه دازوا لعابه في البطولات بحال مني كانوا كيديروا لهم خاطرهم المهم لعبوا في البطوله انا ما كتدق السي زكريا انا ما كتدق انا ما دويت على حتى واحد لا كانوا لعابه تبارك الله لا عندك صح انا هضر معك انا كانوا لعابه عندهم كتشوفهم في الحجم ديالهم ولا في الوزن ديالهم راه ثقال ولكن سون رابيد رجع لك فرنسا كانوا سرع عندك كاين اسميات بلا من ولكن كانوا تبارك الله كان انا نقدر نقول لك وادوش مثلا اللاعب اللي تبارك الله لا شتي تقول ما كيلعبش كره ولكن كان رابيد كان كيماركي راه ماشي سهله باش تلعب وكان العكس واحد كيبان خفيف ولكن ما ثقيل كتجبد الحسن تاعي ياسر كاينين كتجبد الحسن تاعي لا الحسن كان درداك لا كاينين والله الا كان درداك كيجبد كيدوي لي على شي لعاب كتسالي الماسك وتمشي لدارك كامورا لا اغلبيه ديال اللعاب انا بالنسبه اللي عشرتهم ولا اللي عشت معاهم في اللحظات ديال الكره ديالي ولا في البيريود اللي لعبت فيها انا كانوا لعابه انا كتشوفهم ضعاف ناخذوا كنقولوا حنا
الهيكل ديالو ولا شنو وراثي ما كيغلاط ما كيضعف ما والو كيكون هو هكاك ما عندك ما واخا يبقى يتريني 20 عام ويدير الفيتامينات غيبقى هكاك ما كيتبدلش هو هو بحال هكاك نعطيك مثلا بحال فخر الدين مثلا انت بسال الكره نقدروا نقولوا زاد واحد شويه في الوزن ديالو كاينين اللعابه اللي ما تبدلوش شتهم انا كيف لعبت ضدهم كيف باقي الان يعني عادي هذاك لا فخر الدين غلط شويه عندك غلط خرجت لي كريشه هاد القضيه كانت في اللعب عندك الحق كانت القضيه في اللعب هذيك الفورمه ديالهم رقيق شويه وهذا نعمه ربي كتبوسوا طرفوا في الزنقه خبز خيتي في الزنقه الشيطان طلحه سوق عليه طلحه تبوسوا ترجعوا طلحه واحد النهار لاعبين ماركا بيت ويقول يا ودي كي غوت الناس فرحانين بيت وانا مرضي بمي احنا لاعبين معاك انت خير وي انا مرضيين احنا راه كبير غاديين في الطياره زعما اللي ماركه فيكم راه هو المرضي وما عرفت جاب معاه كرتكم جاب معاه من ازمور جاب معاه من ازمور هذه ديال انا امي مرضي انا حتى اول مره غيلعب لا كوب هذاك الشيء كانوا كيلعبوا على هذاك ديال درهم عندهم تما ميجا ابرامي غادي ندوي اخويا على الماتش ديالك وراه فتحي جامان نتمنى ملي نقول لك شديتي ما تقولش لي انا بوليسي كالوشه الماتش ضد كالوشا غنرجع الكلمه اللي قال الاخ يا لصقتو دابا لصقتو لان ملي كتكون التعليمات ديال المدرب وخصك خصك تطبقها بواحد ما نقولش 100% ولكن كتطلب من الله سبحانه وتعالى كان توافق فيها هي انك تكون اولا في مورالمون تكون مزيان انت كتبريباري راسك باش انك تلعب ضد واحد اللعاب اللي هو عالمي غنقولها بهذا لان باش دير كابيتان في بيس في اندوفن في واحد الفتره في هولندا ماشي سهل تلعب ضده قبل منه انه كيكون بحال كيكون واحد الرهان عليك ان المقابله اذا لا توفقتي انك تشد كالوشا وما دار كالوشا ولا بان المغرب لا تاهل راه تاهل على يدك انت ولا ما تاهلش راه انت اللي ما خليتيش يتاهل كيكونوا شي حويجات بحال هادو ولكن اولا انت كتقراها وكتحاول انك تبريباري نفسك لهاد مثل هاد الهضره والمقابله اللي كانت والحمد لله في اول دقيقه فاش لعبت الماتش ديالي فاش يلاه مشيت عند كالوشا اول حاجه بغيت ندخل انا ندخل في الماتش باش ندخل في الماتش درت واحد الحركه اللي ربما تستفزه اكثر مني انا ونقول لي بانني انا راني حاضر في هذا الماتش على ودك انت وبالفعل الحمد لله توفقت فيها درتي ما هي الحركه ما هي هذه الحركه اخ سوري هذه الحركه هاد بلازه والله لا بقى تهضر معايا بحال كنجاوبك كنتفرج في الافلام بزاف كنتفرج واش دار مهند حركه ماشي حركه طريفه كما نقولوا باللغه العربيه نشوفك حتى باللغه العربيه ماشي شي واحد كيهضر بالانجلينا باقي خويا الروسيه لا لا روسيا بتركيا انا بغيت نهضر معاك على تركيا قبل ما نمشي لتركيا كتفرجي بالافلام بزاف لا قبل ما نمشيو الحركه اللي درت هو انني ملي وصلت معاه وقفت فيس تو فيس ياس اوكي اوكي وي ار هانجري اجيبوا لي شويه خبز ولا ما كانت صفقت تاع هذا والله ما بغيتش على العام وي حسن تاش قال راه بصح السيد راه فيه شويه راه قال لك وي ار هانجري زعما ما تفهمهاش انا راه فهمت هري هذا تركز في الكره هذا باس اخويا ابراهيم الباك في 90 راه دابا راه في كراني ما عرفتش دير والله الا كانت قال عندي الباك كانوا يقولوا لينا والدينا شديت الباك في السبعينات كراني وزير تحيه الوزاره لا شوف لا لا الوزاره قراو في السبعينات قراو في الثمانينات بصح ماشي وكان اللي قراها فينا حسيفه ما عليناش ماك الحمد لله اش غنديروا ما عندنا ما نديروا نصبروا كاين الله مشاو معاك هما الكالوش الكاليفيكاسيون ديال 94 نكمل لك على الحركه فيس تو فيس هو انني خرجت لي لساني بحال هو كيشوف فيه وجاته الضحكه صافي هو هو من تما بقينا شادين تعجب الله تيسير الحمد لله جات كالوشا كالوشا وتكاليف المنتخب 94 الحسن ومونديال 94 قصه قصة ما نقول لك شي حاجة اللي أثرت فيا بزاف على حتى في صحتي أثرت فيا مغالمون نورمال ملي ما كيكونش المغال عندك مزيان راه ولا بدا الأعضاء الأخرى كلها كتأثر فبطبيعة الحال كانوا شي حوايج اللي ما استوعبتهمش أنا كلعاب لأني لعب جميع المقابلات بحال بعد كتجي كدير تيست مثلا أنت خدام هنا كدير تيست وكتشوف بأنك دزتي ناس أخرين داروا تيست وما وصلوش داك النيفو اللي وصلتي ليه أنت وكتكون كاين شي واحد
كيقول لك راك ما اسمح لينا وانت عارف راسك وكتعرف بان راه كانوا تدخلات ولا كان شي حاجه ولا واحد ماشي بديك الكفاءات اللي عندك ولا شي حاجه سمحوا لي الداخليه تدخلات ديك ما تدخلات لا تدخلات سريعه اسمحوا لينا راه ماشي مشكل جبتوا لي الصداع دابا علاش يا ديك كيف قلت لك تاثرت ولكن الحمد لله لقيت الاسره والعائله الكبيره والاسره ديالي الصغيره الحمد لله هذيك الساعه والحمد لله عوض ربي 98 عوض ربي 98 لان والحمد لله حتى في الاحتراف لان كنت الانسان كيطمح في واحد العمر اللي هو مثلا 20 عام 21 22 23 كيطمح انه يمشي يبدل الاجواء ديالو يمشي من حسن الى احسن كما كنقولوا حنا في الكره يعني كتضمن المستقبل ديالك ما نقول ضامن هو الله سبحانه وتعالى ولكن على الاقل كتعرف فين غتحط رجليك مثلا الكره في المغرب انا داك كانت الهوات ما لعبت انا خمس سنين عطوني 30 مليون ما عرفتش كيديرها واش 30 مليون شتها ولا ما شتها مو قالوا لك عطيني قالوا لي غنعطيوك باقي لحد الان والله لا لا كانت سهل بزاف كرة عطاوها لك ما حسبتيش القرعي بحال والو والله كون عطاوها لي ما استف هي كانت الامور ما كانتش بحال هذه الوقيته دابا لانك عندك عقد ديال لانك عمل كنسميوه عقد كيف ما كان هذا العمل خدام كتاخذ كل شيء حتى لو سال العام كاينه العقد ديالك كتاخذ رزقك كما كنقولوا ما عطاوكش كتمشي للجامعه ولا كتمشي للطاس اما هذيك الوقيته كان الله ستر وصافي راه غادي وصافي موكل على الله وصافي كون راه حسبوا لك الحسن مع داكشي ديال الطياره حسبوا عليا مع الغوت التذكيره ديال الطائره كون غير هي كانت كتخلص من عندك لا من ديك 30 مليون صفروك فابور وكنا كنسافروا باسبور كوليكتيف خبرك ماشي باسبورات واحد والله الا باسبور كتجبد كتشوف شي تبارك الله شي تصاور شي دراري كيتصوروا والله العظيم بحكم عليهم في جوجل طنام عرفتي انا تصور واعرين بحال من كيفاش بحال من كل واحد كيجي في التصويره كتقول عليك والله العظيم كتلقى 30 واحد هذيك الساعه كانت كان كيديروا كانوا تسهيلات ماشي تسهيلات كتمشي تخلص لا تسهيلات وكانوا الوداد كي مثلا ما عندكش باسبور كيجيبوا واحد باسبور كبير الوقيت اللي كان الباسبور باسبور عائلي صعيب باش تاخذو كبير كاين لك التصويره ديالك لا دات السميه ديالك ولا دات نيسونس ديالك ولا ادريس في الواك لادريس انا كل شيء كتب لي لادريس الواك والده والوداد وكتمشي كاين اللي ما غاديش كيديروا لك كروه على التصويره ديالو كيف ما غاديش والاخرين اللي غاديين تصور كاين 30 واحد في هذاك الباسبور يلا غاديين جوج باش كيشدوك في المطار كيقول لك تيمروا هادو فينا ما بغيتش بدوك